في نعم كتير في الجسم بما اني طبيب فبشوفها كل يوم انت ما بتاخدش بالك انها موجودة. عندك رئة بتتنفس، عندك عين بتشوف، عندك كلية شغالة بتصرف المية، عندك ودان بتسمع، عندك امعاء بتشتغل. ده مرة واحد من الصحابة كده عد على واحد فبيقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثير من خلقي، وهو ايده مقطوعة ورجله مقطوعة وما بيشوفش. فقال لي عافاك ايه يا عم، ده انت فيك كل الامراض، بتشكر ربنا على ايه؟ فسيدنا عمر بن الخطاب ساعتها قال الا ترون انه يبول فلا يعتصر، يعني بيعرف يتبول ويطلع البول مش بيعتصر، مفيش حاجة قافلاه، مفيش حصواية قافلاه، مفيش حاجة مبوظة الكلى فمش بتخليها يفلتر فبيغسل كلى 3 ايام في الاسبوع. ربنا يشفي والدتي يا رب. مفيش مشكلة في دماغه فما بيعرفش ينام، بيتعذب عشان ينام. مفيش مشكلة في الرئة فبينام على أكسجين. مفيش مشكلة في إيده ورجله فحد بيعمل له علاج طبيعي عشان يحركهم. مفيش مشكلة في لسانه وبيعرف يتكلم. ففي نعم من كتر ما هي متعودين عليها خلاص مش شايفينها، فنسينا حتى نشكر عليها. كل اللي في بالي الفلوس بكام والحاجة بكام والأكل بكام والبيوت بكام والعربيات بكام والمصاريف بقت كام، ونسيت النعم التانية اللي ملهاش تمن. العين تمنها كام، الكلى تمنها كام، الكبد تمنه كام. فأشكر ربنا على اللي انت فيه واحمد ربنا، واللي انت فيه هو الخير. ربنا يكرمكم ويبارك فيكم. هنروح بقى فلاي دبي عشان مسافرين. اشوفكم ان شاء الله في رحلة تانية. جزاكم الله كل خير على حسن استماعكم. كان معكم الدكتور رامي اسماعيل، يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله.